مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ما زالت المنافسه مستمره على ارضيه ميدان التحدي بانطلاقه الشعارات والاسماء الكبيره، بانطلاقه سن المفاجات وسن الصغار مع مسافه 3 كيلومترات. هذه المسافه التي توصف لنا هذه القصه الجميله والروايه المميزه من انطلاقات رائعه وجميله. تواصل بالنداء مع هذه الاسماء الكبيره المنطلقه بمسيره الشوط 15 بتعداد اشواط هذا اليوم ليتابع اول المراكز. الطرب على المركز الاول او هنالك خيال لمحمد بن صالح الحول المري، يقدم لنا خيال مع اول المراكز. المركز الثاني من الجانب الايمن ارى انطلاقه مهاجره للسفر من مبلش، من سفر البقومي مع المركز الثاني احد ابناء المملكه العربيه السعوديه، احد الضيوف الاعزاء الغاتمين للمشاركه. المركز الثالث التواجد من غبصوقه علي بن حمد او علي بن حارب بن عامر المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع اتابع على رابع المراكز بهذه اللحظات الانطلاقه المميزه من هذا الشعار الازرق، وتواصل كتارة لمحمد بن صباح بن سيف بن ماجد الخيلي على المركز الخامس او الرابع. المركز الخامس شعار برايه من واقع الشعار، شعار سعيد بن علي برايه مع انطلاقه خامس المراكز. ينحج بالرغم عنا بتواجد هذه الانطلاقه الجميله، ولكن اتضحت امورها الباسله لعلي بن سعيد بن علي البريص المري على المركز الخامس. هذا هو النداء الاول للاسماء الخمسه المتقدمه، ومن بعد ذلك نتحول الى شعار بالحول مع انطلاقه خيال، خيال التي لا تزال قائده للاسماء متواجده على الصداره مسيطره ومحكمه الغبضه على اول المراكز. انتصفت المسافه مع انطلاقه خيال محمد بن صالح بن حمد الحول المري، يقدم لنا هذا الشعار الجميل، هذا الزي الجميل الذي اثبت الوجود في هذا الموسم وانتزع مراكز متقدمه، وكان ايضا له حضور ملحوظ مع هذا الشعار ومع هذه الانطلاقات المميزه. المركز الثاني اتابع من وصل لاول نداء وانطلق طرب لفهيد بن محمد بن فهيد ال فهيد المري مع المركز الثاني، وصلته الجميله واندفاعته مع المركز الثاني. المركز الثالث كتاره محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي، يقدم لنا كتاره مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار بالعوضي بدأ يتسلم على الأسماء المتقدمة مع تواجد المتحدة محمد بن حارب بن محمد بن سعيد العامري. بهذه اللحظات دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، هذا الكيلو المتبقي عن الناموس وعن التتو وسائل على أول المراكز. خيال وكتارة ورقة طرب، الطرب وخيال وكتارة ثلاثية جميلة، ثلاثية مميزة بقيادة خيال وبأيضا مضايقة طرب أو من انطلقت في هذه اللحظات كتارة. محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي ينطلق شعاره إلى أول المراكز مع السيطرة بمجريات هذا الشوط، ولكن شعار بالحول بدأ ينطلق مع خيول، خياله الناموس، خياله التتويج. هذه هي خيال محمد بن علي بن صالح بالحول المري مع المركز الأول بهذه اللحظات. المركز الثاني بدأت تتسلل تنطلق إلى الصدارة، المتحدة بدأت تتحد سواها مع انطلاقة أول المراكز. المتحد محمد بن حارب محمد بن سعيد العامري بدأ يحارب مع أول المراكز. المركز الثاني ما تخيل محمد بن صالح بن حمد الحول المري بأيضا منازعة تامة لانتزاع ناموس هذا الشوط، ولكن خلاص قفلت مجريات هذا الشوط. المتحدة من بدأت تتحد قواها، سلام دولة الإمارات، سلام سلام وتحية واحترام لأبناء أيضا عاصمة الميادين الوثباء بدولة الإمارات العربية المتحدة. حتى نتفق على محمد بن حارب بن محمد بن سعيد العامري المركز الثاني، كان وصول من قبل خيال محمد بن صالح اللي حول المر المركز الثالث، كان القدوم من قبل ثالث المراكز علاج خالد بن حمدان مغان الفلاحي المركز الرابع، كان وصول من قبل كتار محمد بن صباح بن سيف الماجد النعيم المركز الخامس، كان الغدوم من قبل ندى عبد الله بن هارف الناصر بن ماجد النعيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء،
نذهب بحضراتكم إلى ملخص الشوط الذي قضى قبل قليل وهو الشوط 15 بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية مع انتصاف أشواطنا لهذا اليوم. نتابع الشعارات والأسماء المميزة، نتابع خيال بشعار كل حول من كانت قائدة لمجريات هذا الشوط، وهذه لحظات انطلاقة كتارة مع أول المراكز ولحظة السلة المتحدة بشعار العامري إلى خط النهاية معتمد الناموس. 4:33 41:00 التهاني والتبريكات نزفها لمالك المتحدة محمد بن حارب محمد بن سعيد العامري. المركز الثاني كان الوصول من قبل خيال 4:34 التهاني والتبريكات محمد وصالح بن حمد الحول المر. المركز الثالث كان الوصول من قبل علاج توقيت الزمن 4:34 68:00 الثانية التهاني التبكاري خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي.